في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر، لولا تفيد امتناع الوجود كما يعني يذكر ذلك أهل العلم. لولا أن تدافنوا، لولا أن لا تدافنوا، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن سؤال الله عز وجل أن يسمع الناس عذاب القبر خشية أن لا يتدافن الناس، لأن الناس إذا سمعوا ما في القبور من العذاب وما في القبور من النكال بالنسبة لمن استحق ذلك لا يدفن بعضهم بعضا، ويترك الدفن الذي هو تكريم لبني آدم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ولذلك الذي يكرم بالدفن فقط هو جنس بني آدم بخلاف بقية المخلوقات. ولذلك لو سمع الناس عذاب القبر ما تدافنوا، كل لا يدفن حبيبه وقريبه أو هو أيضا يوصي بعدم دفنه. وهذا فيه إشارة إلى أن أهل القبور من المعذبين يصيحون ويصرخون بسبب ما يتعرضون له من النكال ومن العذاب.